كنتكلم الباد حسينه، مرقت اليوم من الدار جيت للعمل، بغايتي في العمل شخصا، ومنين حاولت ندخل يعني مدير الديوان رفض استقبل من النوبه الاولى، صافي قلت له حقه بعد تبرع. عقب طلبني عن مستقبلني من دخل شهر وقال لي عني العام ما نقدر نشوفه، باغي نعرف السبب علاه ما نقدر نشوفه. انا مطلبي ما غاديش نقولوا لا للباشا ولا لدونه، لاني فات جيتهم عني وقالوا عنه ما هو فايديهم سابقا، يعني عرفت انا على الحل عند العامل. انا كشخص والله كمواطن نظن عن من حقي اي اداره دخلت انا اجبرها ولا اجبر ذا القائم فيها، عادية ما فيها شيء، أنا ماني جاية بشيء خاسر، أنا ماني جاية مسفة على حد، أنا ماني معدلة لحد شيء. يعني كيفاش إنسان قاعد في دارة يسيرها ما يستقبل المواطنين عليه؟ إحنا لو كانت ما هي المشاكل كل نهار منفجرة طريقة مستفزة، هذا يطلع وهذا يقض وهذا ما نعرفهاش وهذا يعتصم عليه، تعرفوا شو يعدلها؟ هذه المعاملة اللي تنعتك عنك، رانا كي حد باغي ينعتك عنك ناقص. أنا من جيت قعدت عند العمالة راني ماني معولة عليكم تفرشوا لي الورد، مان الله وعارفة عنكم ما انكم لا تبغوا تستقبلوا، وهذا راه ما ينقص مني، بالعكس هذا لا يزيدني انا تصميم ويزيدني قيمة، لاني لين الحق لغايتي لا راد مولانا وبغى يعملني لا بالصوت، يعملني لا ننعت كاع التعنت وننعت ذا الشطط اللي تتعاملوا به كافين، شتو منين ننعتوا؟ هذه غايتي كاع، هذا هو اللي راهي من الغايات المطلوبة، مصالح مطلوبين العامل هو اللي يحل العامل شخصا. ماك تنظن عن حد يجي في ذا الوضع الصحي اللي هو ومازال يبقى بذي الطريقه اللي هي يا وني قاعد اللي يمتن مني انا واعتن واللي يضعف مني، شنو هي الرساله اللي باغي نتلها؟ الانسانيه والكرامه انتوا هنتو هضر، شي قالوا الانسانيه هنتو وجهتوا للعامل عنك تستقبل، لان ما خالك سبب يمنعك من تستقبلني. التباعد والله الامان واسمه في ظرف كورونا احنا نعرفوه، انا ما نخلي تسلم عليا بيدك، انا ما نخلي تزرع لي، انا ما نكتب كذا، انا لا تقعد هاك ولا نقعد هاك ولا نقول لك لعبت وخلا، هذه حالتي الصحيه حالا، انا نعاني من السكر، عندي السكر يطيح لي في حال تحمل مستوى الدراسي بكالوريا، العائلي الحمد لله عندي 4 طفيلات ما شاء الله، وهذا الحال ذا هو ضرب اخر كلمه عن هذا الاسلوب ما يحل المشاكل.